وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه بذلك، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد كسرا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشكك فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. خفضت معودنا أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا وهم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولا من كسب سيئات وهدت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.